العالمي حول قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014، والذي يأتي متزامناً مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014. فلقد تلمست مصر خطاها نحو الأخذ بمبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، بإقرار شعب مصر الحر الأبي لدستور 19 من سبتمبر عام 1971، والذي أوكل أمر إنفاذها إلى جهة قضائية مستقلة بذاتها، وهي المحكمة الدستورية العليا، محدداً عوام اختصاصاتها الأخرى. وفي ظل المتغيرات التي تعرضت لها البلاد في مطلع الألفية الثانية، كلف نخبة من ممثلي طوائف الشعب بإعداد دستور يزيد من حماية وحقوق وحريات الشعب المصري العتيد، فوعدوا وصدقوا وأوفوا حتى قال شعبنا العظيم كلمته بإقرار دستور 2014. هو الدستور الذي صال وجال بأحكامه في التأكيد على استقلالية محكمتنا الدستورية العليا العريقة حال ممارستها لمهامها القضائية المقدسة، مفرداً لها فصلاً مستقلاً هو الفصل الرابع، مسلطاً خلاله الضوء على اختصاصاتها. والآن مع كلمة السيد المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، رئيس المحكمة الدستورية، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة، فليتفضل سيادته. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس، إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. صدق الله العظيم. السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، السيد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، السادة المستشارون رؤساء المحكمة الدستورية العليا السابقون ونوابهم، السادة المستشارون رؤساء الجهات والهيئات القضائية، السادة أعضاء لجنة الخبراء ولجنة إعداد الدستور ورجال الصحافة والإعلام، السادة الحضور، أهلا بكم في محراب العدالة الدستورية المحكمة الدستورية العليا. لقد حرص المشرع الدستوري المصري منذ صدور دستور 1971 وحتى دستورنا الحالي الصادر في 18 يناير 2014 على النص على المحكمة الدستورية العليا باعتبارها جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مبينا اختصاصاتها. فحددت الفقرة الأولى من المادة 192 من الدستور الحالي تلك الاختصاصات على سبيل الحصر في 6 اختصاصات تتمثل في الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وكذلك في تفسير النصوص التشريعية والفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها، والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وكذا الفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها
والقرارات الصادرة منها. وأعطت الفقرة الثانية من ذات المادة للقانون أن يعين الاختصاصات الأخرى للمحكمة، فصدر القانون رقم 137 لسنة 2021 مضيفاً اختصاصاً سابعاً لها يتمثل في الرقابة على دستورية القرارات المنظمات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية. إن الرقابة التي تباشرها المحكمة مردها وأساسها مبدأ سمو الدستور باعتباره القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم. وهذه الرقابة الدستورية لم تكن أبداً محض شعار يتشح به الوطن وتزدان به الجماعة، إنما هي حقيقة وواقعاً استقر في وجدان الأمة وضمير الشعب، بل جاوز قضاؤها بمضمونه حدود الإقليم المصري، وصار لافتاً بأهميته أنظار كثيرين من رجال الفقه الدستوري في الدول الغربية. فها هو الفقيه الأمريكي ناثان براون، الأستاذ بجامعة جورج واشنطن، قد ذهب في مؤلفه القاعدة القانونية في العالم العربي إلى أن المحكمة الدستورية العليا المصرية بالنظر إلى هيكلها وولايتها وكيفية تشكيلها أثبتت قدرتها أكثر من أي جهة قضائية غيرها على أن تطور مداخل متماسكة لمواجهة كل المسائل الدستورية الأساسية التي تواجه بلدها. إن قضاء هذه المحكمة لم يكن نتاج لحظة خلق متكامل من عدم، بل هو نتاج تطور مرت خلاله بمراحل مختلفة حتى استوائه على ما هو عليه الآن. فما بدأه النخبة من صفوة قضاتها السابقين الذين كان لعطائهم وإسهامهم فضل ما شادوه من أحكام هو الأساس الذي تم البناء عليه وصار عليه قضاتها الحاليون، فاتصلوا جيلاً بعد جيل متخذين الحق منسكاً والعدل شرعة ومنهاجا. وها نحن اليوم وقد أكملنا عامنا العاشرة على صدور دستور 2014، كان لزاماً على المحكمة أن تبين للمصريين جميعاً ما خططه من أحكام ووضعته من مبادئ دستورية أرست به المستحدث من نصوص ذلك الدستور حماية لحقوق وحريات المصريين ودعماً لسيادة القانون وتأكيداً على المقومات الأساسية للمجتمع المصري. حفظ الله مصر وحفظ شعبها وحفظ قائدها وراعي نهضتها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توالى حاملو راية الحماية الدستورية للحقوق والحريات بالبلاد في ممارسة مهامهم المقدسة نحو استنباط مبادئ التساتير المصرية المتعاقبة وصياغة أحكامها، انتهاءً بمبادئ دستور 2014 وتعديلاته والمستحدث من أحكامه، وذلك من خلال أرفع وأقدر رجالات القانون في مصر الذين باشروا رسالتهم القضائية السامية بتجرد ونزاهة وشرف، وضعت محكمتهم الدستورية العليا بين مصاف الجهات القضائية الحامية للدساتير في العالم. وقد ترأس محكمتنا الدستورية العليا 18 قاضياً دستورياً من أنبغ العقليات القانونية، مستكملاً عطاءهم معالي المستشار الجليل بوليس فهمي اسكندر الرئيس الحالي للمحكمة الدستورية العليا، وأدعو سيادته لإلقاء كلمته، فليتفضل سيادته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب المقام الرفيع، المرحب بكم، الحضور الكريم المدعوون إلى مؤتمرنا، أستهل كلمتي إليكم بأن أذكر نفسي وإياكم بأنه في تاريخ الأمم أيام مشهودة يحتفى بها، ولا ريب أن نصوص دستور البلاد الصادر في 18 من يناير سنة 2014 أحد هذه الأيام. وإنه لا يعزب عن نظر أن الدستور القائم هو العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري الأبي، فاستظل بأحكامه وتمسك بمبادئه، فصارت إرادة الشعب أمراً مقضياً تلتزمه المحكمة الدستورية العليا في قضائها، وتتخذه نبراساً لأحكامها، وتعمل على إدراك التوازن بين نصوص الدستور لتحقق بذلك وحدة عضوية متماسكة بين أحكامه. فحقوق وحريات المواطنين تلتئم مع واجباتهم العامة وهوية الدولة المصرية بمقوماتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، يعمل على توكيدها نظام الحكم بسلطاته الثلاث، والقوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تباشر اختصاصاتها التي كفلها الدستور منضبطة في ممارستها بالحدود التي انتظمها باب سيادة القانون. وعطفاً على ما تقدم، فلقد كان لحرص القيادة السياسية ووعيها بأهمية إعلاء القيم الدستورية وتعميق مبادئ الدولة القانونية ودعمها لإعلام الداخل والخارج باستواء الدولة المصرية على مدارج الشرعية الدستورية، أثره الأكيد في إلهام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بأن تفوضني لأحدثكم حديثاً موثقاً عن تفعيل وإنفاذ وأحكام وقرارات هذه المحكمة للمبادئ التي استحدثتها الوثيقة الدستورية القائمة، التي تقبل دوماً تطويراً وتعديلاً يتوافق مع اعتبارها وثيقة تقدمية تسعى لتحقيق المصلحة الفضلى للدولة والمواطن معاً. وفي سياق متصل، فإن نسجي أفضل عبارات الشكر وعظيم كلمات التقدير لرؤساء هذه المحكمة وجميع أعضائها ممن اكتمل عطاؤهم، أولئك الذين سطروا بوجدانهم أحكاماً وقراراتاً تتماهى مع المبادئ المستحدثة في دستور سنة 2014. وإذ أخص بالشكر السادة رؤساء المحكمة السابقين الذين تولوا المسؤولية في ظل العمل بالدستور القائم، المستشارين الأجلاء عدلي منصور وعبد الوهاب عبد الرازق ودكتور حنفي جبالي والمغفور له سعيد مرعي، مذكورين بحسب ترتيب رئاستهم للمحكمة، فإن شكري مخاطب به جزماً ويقيناً جميع السادة المستشارين أعضاء المحكمة الذين شاركوهم إصدار الأحكام والقرارات التي أنفذت المبادئ الدستورية المستحدثة. السيدات والسادة الحضور الكريم، إن المحكمة الدستورية العليا لا تعرض نصوص الدستور مجردة عن رقابتها القضائية على دستورية القوانين واللوائح، ومن ثم فإن قضاء هذه المحكمة في شأن المبادئ الدستورية المستحدثة سيقتصر بالضرورة
على ما عرض منها على المحكمة ولا يمتد إلى ما لم يعرض عليها بعد. هذا وقد استخلصت المحكمة من الأحكام الدستورية المستحدثة عدة مبادئ أعملتها على الدعاوى والطلبات المعروضة عليها، نعرض منها 20 مبدأ في إشارة موجزة لكل منها على النحو الآتي بيانه. أولاً، الفصل بين سلطات الدولة يتكامل مع التوازن بينها. نصت على هذا المبدأ المادة 5 من الدستور، وفي إطاره قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوة المحالة طعناً على دستورية قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2016 بعدم الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية، مع اعتماد نفاذه خلال الفترة من تاريخ العمل به حتى 20 يناير سنة 2016. وقد تساندت المحكمة في قضائها إلى أن ذلك القرار لا يعد في ذاته عملاً تشريعياً يخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا، إنما هو عمل برلماني يتولاه مجلس النواب في نطاق اختصاص محجوز للمجلس بتقدير عدم ملائمة إصدار التشريع وقصر اعتماد نفاذه خلال الفترة السابقة على قرار مجلس النواب المشار إليه. ومن ثم تكون سلطات الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية ومجلس النواب والمحكمة الدستورية العليا قد استقل كل منها بمباشرة اختصاصه المحدد دستورياً في مواجهة تشريع بذاته كأثر من آثار التوازن بين هذه السلطات. ثانياً، المساواة بين المرأة والرجل في تولي الوظائف العامة. أبانت هذا المبدأ المادة 11 من الدستور، وعلى ضوئه قضت المحكمة برفض الدعوة المقامة طعناً على دستورية النص المنظم لتشكيل محكمة الأسرة فيما تضمنه من أن يكون أحد الخبيرين المعينين بتشكيل محكمة الأسرة على الأقل من النساء. وتأسس قضاء هذه المحكمة على سند من أن النص المطعون فيه شيد على قاعدة موضوعية مؤداها أن منازعات الأسرة تدور في غالبها الأعم حول النساء والأطفال، فيكون تمثيل المرأة كخبير في تشكيل المحكمة التي تنظر تلك الدعاوى قائماً على أسس مبررة توخى بها المشرع تحقيق مصلحة مشروعة بما يكون له سند من النص الدستوري المار بيانه. ثالثاً، حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة. قررت هذا المبدأ المادة 14 من الدستور، وبناء على هذا المبدأ قضت المحكمة بعدم دستورية تشريع يقرر أفضلية خاصة لأبناء العاملين في الجهة التي يحكمها ذلك التشريع بالتعيين فيها. وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن النص التعيين يتضمن تمييزاً تحكمياً لا يستند إلى أسس موضوعية، ذلك أن الانتماء الأسري لا يمثل مزية استثنائية تمنح صاحبها معاملة تفضيلية في شغل الوظائف العامة التي لا يكون شغلها إلا على أساس الكفاءة ودون محاباة. رابعاً، تكريم شهداء الوطن. انتظمت هذا المبدأ المادة 16 من الدستور، وعلى هذه قضت المحكمة بعدم دستورية نص تشريعي يحظر جمع الأم بين المعاش المستحق لها عن وفاة ابنها الشهيد أثناء أدائه الخدمة العسكرية والمعاش المستحق لها عن زوجها،
وتساند قضاء المحكمة إلى أن النص التعيين قد انطوى على إخلال بالالتزام الدستوري بتكريم شهداء الوطن. خامساً، توفير المناخ الجاذب للاستثمار. نصت على هذا المبدأ المادة 28 من الدستور، وفي إطاره قضت المحكمة برفض الدعوة المقامة طعناً على دستورية قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة. وتساندت المحكمة في قضائها إلى أن الاستثمار بوصفه قاطرة التنمية الاقتصادية يتسع لمساهمة الوحدات الإنتاجية للدولة وللقطاع الخاص، بما مؤداه أن لكل من الاستثمارين العام والخاص دوره في التنمية، وليس لازماً أن يتخذ هذا الاستثمار شكل وحدة اقتصادية تنشئها الدولة أو توسعها، ولا عليها أن تبقيها كلما كان تعثرها بادياً أو كانت الأموال المستثمرة فيها لا تغل عائداً مجزياً أو كان ممكناً إعادة تشغيلها تحت يد القطاع الخاص لتحقق عائداً أفضل. فكلما رأت الدولة مصلحة عامة في ذلك فلا مخالفة لنصوص الدستور حين تتوجه الدولة لدعم الاستثمار من خلال القطاع الخاص. ولهذه الاعتبارات فإن التشريع المطعون عليه المنظم لضوابط التقاضي بشأن عقود الدولة إنما يهدف إلى إضفاء الاستقرار على معاملات الدولة وحماية الاستثمار، ويكون بهذه المثابة موافقاً للالتزام الدستوري بتوفير المناخ الجاذب للاستثمار. سادساً، تحفيز القطاع الخاص. انتظمت هذا المبدأ المادة 36 من الدستور، وبناء على هذا المبدأ قضت المحكمة برفض الدعوة المقامة طعناً على دستورية التشريع يلزم المنشآت الخاضعة لأحكامه بسداد نسبة 1% من صافي أرباحها لصالح صندوق تمويل تدريب وتأهيل العاملين بالقطاع الخاص. وتساندت المحكمة في قضائها أن تحقيق العدل المنصوص عليه في المادة 4 من الدستور في مجال علاقات العمل والنشاط الاقتصادي يتطلب مشاركة حقيقية من جانب أصحاب الأعمال للارتقاء بالمستوى الفني للعاملين لديهم وتأهيلهم، بما يدفع بعجلة العمل إلى الأمام وينعكس أثره بالضرورة على جودة الإنتاج والخدمات التي تقدمها منشآت القطاع الخاص، ويسهم بالتالي في تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية، بما يؤدي إلى تنمية الاقتصاد الوطني الذي حرص الدستور على توكيده. سابعاً، حماية الكرامة الإنسانية. أوضحت هذا المبدأ المادة 51 من الدستور، وفي إطاره قضت المحكمة بعدم دستورية النصوص الجزائية التي تفترض قيام قرينة قانونية يكلف المتهم بنفيها خلافاً لأصل البراءة المعدود من الحقوق الطبيعية أو التي تصاحب الإنسان منذ وجوده ولا تنفصل عنه إلا بحكم بات بالإدانة، بما يستوجب إقامة سلطة الاتهام الدليل القاطع على ما ينقض هذا الأصل الذي حرم الدستور تعطيله أو الانتقاص منه باعتباره حقاً يرتبط بالكرامة الإنسانية. ثامناً، التعويض عن الحبس الاحتياطي في أحوال انتفاء المسؤولية الجنائية. نصت على هذا المبدأ المادة 54 من الدستور، وفي ضوئه قضت المحكمة بعدم دستورية حرمان الموظف الذي يحبس احتياطياً من نصف أجره عن مدة حبسه في مجال سريانه على حالات انتفاء المسؤولية الجنائية بحكم بات أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه. وتساندت المحكمة في قضائها إلى عدم دستورية نص تشريعي بقانون الخدمة المدنية
يحرم المخاطبين به من استيداء نصف الأجر الوظيفي المحروم منه الموظف خلال مدة حبسه الاحتياطي، فيما لو انتفت مسؤوليته الجنائية بصورة نهائية عن الوقائع التي حبس عنها، إذ يأخذ استرداد الموظف نصف أجره بمثابة تعويض عما لحقه من خسارة إنفاذاً للالتزام الدستوري الوارد في المادة 54 من الدستور. تاسعاً، حماية الملكية الفكرية. قررت هذا المبدأ المادة 69 من الدستور، وعلى هديه قضت المحكمة برفض الدعوة المقامة طعناً على تشريع يقرر منح اتحاد الكتاب الذي يعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية نسبة من حصيلة التصرف في الإنتاج الفكري الذي سقط عنه حق المؤلف. وقد أسست المحكمة قضاءها على أن النص المطعون فيه يستهدف توفير مورد يكفل للاتحاد القيام بالمهام الملقاة عليه وتقديم الخدمات المنوطة به في مجال الإنتاج الفكري ذات الطابع الأدبي بما يلتئم مع موجبات حماية الملكية الفكرية. عاشراً، الحق في التظاهر. نصت على هذا المبدأ المادة 73 من الدستور، وفي إطاره قضت المحكمة بعدم دستورية نصين تشريعيين فيما تضمناه من تنظيم للإخطار بالتظاهر يمنح وزير الداخلية أو مدير الأمن سلطة منع التظاهرة السلمية أو نقلها أو إرجائها. وقد تساندت المحكمة في قضائها إلى أن ذلك التنظيم إنما يتحول معه الإخطار إلى إذن يوقع التشريع في حمأة المخالفة الدستورية ويقيد الحق في التظاهر السلمي بقيود تنال من جوهره وتناقض طبيعته. 11، حظر حل هيئات ومؤسسات المجتمع المدني أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي. أبانت هذا المبدأ المادة 75 من الدستور، وعلى هديه قضت المحكمة بعدم دستورية تشريع يخول وزير التضامن الاجتماعي أو من يقوم مقامه سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وتساندت المحكمة في قضائها إلى أن التشريع المقضي بعدم دستوريته الذي أدركه الدستور القائم يسلط جهة الإدارة على هيئات ومؤسسات المجتمع المدني على نحو يعوق الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها بما يقوض نشاطها ويتصادم مع الالتزام الدستوري بالحق في تكوينها على أساس ديمقراطي. 12، رعاية الدولة للشباب والنشء. قررت هذا المبدأ المادة 82 من الدستور، وفي إطاره قضت المحكمة بصحة تشريع يعفي الهيئات الرياضية من مقابل استهلاك المياه على سند من أن عدم استقطاع جزء من الموارد المالية للهيئات القضائية وبقائها مخصصة لمزاولة أنشطتها المتصلة بالمصلحة العامة والتي تعد رعاية الشباب والنشء وتنمية قدراتهم المختلفة وكفالة ممارسة الرياضة لجميع المواطنين أحد أوجهها الحيوية، وصف ذلك التزاماً دستورياً على عاتق الدولة بما يكون معه التشريع المطعون فيه قد جاء متوافقاً مع الأغراض والأهداف التي رصدها المشرع له والتي أنبتها الالتزام الدستوري برعاية الدولة للشباب والنشء. 13، رعاية مصالح المصريين في الخارج. انتظمت هذا المبدأ المادة 88 من الدستور، وبناء على هذا المبدأ قضت المحكمة بعدم دستورية تشريع يمنع مزدوج الجنسية من الترشح لعضوية مجلس النواب، وذلك على سند من أن الدستور أورد الشروط الجوهرية المتطلبة في طالب الترشح لمجلس النواب، فلا يجوز للمشرع العادي الخروج عليها سواء بتقييدها
أو الانتقاص منها بما يهددها بما يهددها أو يفرغها من مضمونها. ومن بين هذه الشروط حمل الجنسية المصرية، وذلك على نحو مطلق من أي قيد أو شرط، خلافاً لشروط ترشح رئيس الجمهورية أو من يعين رئيساً لمجلس الوزراء. وإذ أضاف التشريع المطعون عليه قيداً أو شرطاً بالانفراد بالجنسية المصرية، فأنه يكون قد خالف النص الدستوري في شأن التزام الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وتمكينهم من أداء واجباتهم نحو الدولة والمجتمع. رابع عشر، حريات المواطنين وحقوقهم لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً. أوضحت هذا المبدأ المادة 92 من الدستور، وعلى هديه قضت المحكمة بعدم دستورية الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية بغرض استعمالها في غير غرض السكنة، وذلك استناداً إلى أن التشريع المذكور سلب حق المؤجر في طلب إخلاء الأعيان المؤجرة لغير غرض السكنة لتصير يد المستأجر على العين مؤبدة باقية مدة بقاء الشخص الاعتباري عاماً كان أم خاصاً. وبالتالي فإن هذا التشريع يكون قد انتقص من أحد عناصر حق الملكية الخاصة بما فرضه من قيود تنال من جوهره حال كونه من الحقوق اللصيقة بشخص المواطن التي لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً. خامس عشر، التزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. نصت على هذا المبدأ المادة 93 من الدستور، وفي إطاره قضت المحكمة برفض الطعن على دستورية مادتين في قانون العمل، أوجبت اللجوء ابتداءً إلى طريق المفاوضة الجماعية في منازعات العمل الجماعية. وقد تسندت المحكمة في قضائها إلى اتفاق النصين المطعون عليهما مع المبادئ الكلية التي تضمنتها اتفاقيات العمل الدولية، وعلى وجه الخصوص الاتفاقيات التي انضمت إليها وصدقت عليها جمهورية مصر العربية. سادس عشر، ضوابط الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية. أوضحت هذا المبدأ المادة السادسة والخمسون بعد المائة من الدستور، وفي ضوئه حددت المحكمة مفهوم حالة الضرورة التي تجيز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بالقوانين إذا كان مجلس النواب غير قائم، فقالت: بوجوب تلبيتها للاحتياجات التي يوجبها صون مقومات المجتمع الأساسية، وحددت الطبيعة الدستورية لقرارات رئيس الجمهورية بالقوانين، فقالت أنها تلازمها شرعية دستورية مؤقتة حتى تخضع لرقابة مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد وبالإجراءات المقررة في النص الدستوري المشار إليه، ولا يحول إقرارها من مجلس النواب دون خضوعها لرقابة قضائية تباشرها المحكمة الدستورية العليا تشمل الأحكام الشكلية والموضوعية لتلك القرارات بالقوانين، وذلك إنفاذاً للالتزام الدستوري بالتوازن بين سلطات الحكم في البلاد. سابع عشر، اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية. قررت هذا المبدأ المادة 90 بعد المائة من الدستور، وبناء على هذا المبدأ قضت المحكمة بعدم دستورية نصوص بقانوني الضريبة العامة على المبيعات والضريبة على الدخل فيما تضمنته من عقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالفصل في الطعون التي تقام من الممولين على قرارات لجان الطعن الضريبي، باعتبار أن هذه الطعون تدخل في عداد المنازعات الإدارية التي يختص مجلس الدولة بالفصل فيها دون غيره.
ثامن عشر، الحجية المطلقة لجميع أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا. قررت هذا المبدأ المادة 95 بعد 100 من الدستور، وتعرضت المحكمة لتنازع ومنازعات التنفيذ، فعرفتها أنها تلحق نطاقاً بما قد تتضمنه هذه الأحكام من تقريرات دستورية تعرض لنصوص بذاتها من الوثيقة الدستورية لها محل من الإعمال على وقائع النزاع الموضوعي، ومؤدية لزوماً إلى الفصل في موضوعه، بما يعكس بيان هذه المحكمة لمؤدى تلك النصوص الدستورية وإفصاحها عن دلالاتها، فيكون إلزامها للكافة ولجميع سلطات الدولة بما أقرته في شأنها من مفاهيم متعيناً، ولا كذلك الحال بالنسبة لغيرها من عناصر الحكم في دعاوى التنازع ومنازعات التنفيذ التي يثبت لقضاء المحكمة فيها قوة الأمر المقضي فيه فتلحق بمنطوقها والأسباب المرتبطة به ارتباطاً حتمياً قبل أطراف خصومة الموضوع وفي مواجهة جميع المخاطبين بتنفيذه وإعمال آثاره دون غيرهم. تاسع عشر، مشاركة المحاماة للسلطة القضائية في تحقيق العدالة. نصت على هذا المبدأ المادة 98 بعد 100 من الدستور، وعلى هديه قضت المحكمة برفض الدعوة المقامة طعناً على تشريع في قانون المحاماة لا يجيز قبول صحف الدعاوى أمام محكمة الاستئناف وما يعادلها من درجات التقاضي إلا إذا كان موقعاً عليها من محام، وإلا حكم ببطلان الصحيفة. وأسست المحكمة قضاءها على أن التشريع المطعون فيه إنما يتوخى للخصومة القضائية عناصر جديتها من خلال إقامتها من محام يكون مهيئاً لإعداد صحيفتها، وهو ما لا يتضمن مصادرة لحق الدفاع أو تقييداً لحق التقاضي، بل تنظيماً لكليهما أوجبه إعمال النص الدستوري المار بيانه. أخيراً، 20، ديباجة الدستور وجميع نصوصه تشكل نسيجاً مترابطاً وكلاً لا يتجزأ. نصت على هذا المبدأ المادة 27 بعد 200 من الدستور، وفي إطاره قضت المحكمة بعدم دستورية تشريع لم ينشر في الجريدة الرسمية وعمل به في ظل الإعلان الدستوري الصادر في فبراير سنة 2011، واستمر العمل به حتى أدركه دستور سنة 2014. وتساندت المحكمة في قضائها إلى أنه من غير الجائز أن تكون الأحكام المتعلقة بحقوق وحريات الأفراد محلاً للتعطيل، لأنها أحكام وإن خلا من بعضها الإعلان الدستوري المار ذكره، إلا أنها تندمج بالضرورة مع سائر أحكام الدستور القائم بما في ذلك ما ورد منها بالديباجة، وذلك في وحدة عضوية متماسكة، اعتباراً بأن هذه الحقوق والحريات تتأبى على الوقف وتستعصي على التعطيل. شكراً لحضراتكم على حسن الإصغاء. وتقديراً من المحكمة الدستورية العليا لصحافتنا الوطنية الحرة النزيهة والعالمية أيضاً، وحرصاً على استمراريتها في أداء دورها الدؤوب نحو حصول الكافة على المعلومات والبيانات الدقيقة، وتفعيلاً للمبادئ الدستورية المقررة في هذا الشأن بالدساتير المتعاقبة، نعلن عن بدء فعاليات المؤتمر الصحفي بإبداء السادة الصحفيين والإعلاميين والمراسلين التابعين للصحف والقنوات والمواقع المصرية والأجنبية رغبتهم بتوجيه الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بموضوع المؤتمر. وسيتولى معالي المستشار بوليس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا بالإجابة على الأسئلة،
أنوه فقط أنه في حالة الحديث باللغة الإنجليزية من المراسلين الأجانب، برجاء من السادة الحضور ارتداء السماعات الخاصة بالترجمة. نبدأ مع حضراتكم الآن وقائع المؤتمر الصحفي، فتفضلوا. تفضل. صباح الخير، أنا اسمي راندا أبو العزم، أنا مديرة مكتب قناة العربية. طبعا بشكر حضرتك وبشكر وجودنا هنا في المحكمة الدستورية العليا. النهاردة كان في عدد من القرارات، يمكن بعضها قانوني جدا بيحتاج لشرح، لكن يمكن لفت نظري وعايزة تعليق حضرتك على عدم دستورية موافقة وزير الداخلية على التظاهرات أو على التظاهر بمجرد الإخطار. يعني عايزة شرح من حضرتك على هذه النقطة تحديدا. وأيضا بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني، حضرتك ذكرت أيضا عدم دستورية أن وزير التضامن يلغي أو يعني يكون هناك قرار من وزير التضامن أن أحد الوزراء ويكون بقرار قضائي. فالنقطتين دول ياريت حضرتك تشرحهم لنا للعامة أكتر، يعني ما الذي سيترتب على عدم دستورية تلك القرارات. شكرا. حقيقة حضرتك اتكلمت في مسألتين يعني مختلفتين. هبدأ بالمسألة الأولى اللي هي ما يتعلق بتنظيم حق التظاهر. هو حقيقة الدستور الجديد أورد حكم يعني شديد التقدم، ومسألة يعني يزهو بها كل مصري يخاطبه هذا الدستور، متعلقة بالحق في الاجتماعات السلمية وحق في التظاهر السلمي والاحتجاجات السلمية. طبعا عشان يكون المسألة واضحة للأسماع، احنا بنتكلم عن تظاهرة سلمية. المفروض انه التشريع اللي كان صدر انفاذا لهذا الالتزام الدستوري كان النصين اللي احنا تعرضنا ليهم كمحكمة كانوا بيجعلوا حولوا الإخطار اللي هو بيتم به التظاهرة، شأننا شأن كل الدول الديمقراطية، الاجتماع السلمي والتظاهرة السلمية لابد من إخطار مسبق بها إلى جهة الإدارة. حقيقة اللي حصل إنه التشريع بيجعلوا إنه لابد من الحصول على إذن من وزير الداخلية أو يعني مدير الأمن المختص في جهة اختصاصه. المحكمة زي استخدمت العبارة دي، قالت إن هي حولت الإخطار إلى إذن. فبدلا من إنه إذا اعترض وزير الداخلية أو مدير الأمن على هذه التظاهرة، كان صاحب الشأن المفروض إن هو يلجأ إلى جهات القضاء. ده طبقا للنص نفسه. المحكمة لما قضت في بعدم دستورية النص ده أصبح الفكرة مختلفة. فاللي يطعن على يعني لما يتقدم صاحب الاجتماع السلمي بطلب إلى جهات الإدارة يخطرها فيه بأنه سيقوم في الساعة الفلانية بتنظيم اجتماع بشكل معين سلمي هدفه كذا ومردوده كذا، لابد من أنه في المقابل إذا اعترض وزير الداخلية أو مدير الأمن المعني لابد أن هو اللي يلجأ إلى المحكمة على أساس تفصل فيما إذا كان هذا الاجتماع ذات طابع سلمي بحت أو أن هناك مسالب بتعوق سلميته، بحيث يكون هناك مقتضى ل يعني رفض هذا الاجتماع. فأصبحت المسألة موسدة إلى المحكمة، موسدة إلى القاضي، وبالتالي أصبحت فكرة الإخطار قائمة وبجلاء، بينما ما بقاش إذن، ما بقاش تصريح من جهة الإدارة. أنا بخطرك، إنما إذا اعترضت طبعا تحقق جهة الإدارة إنك أنت تعترض، ويفصل بينك وبين طالب الاجتماع العام السلمي. وبأكد على طالب الاجتماع السلمي لأن النص موجود فيه أنه بيتكلم عن إخطار بالتظاهرة السلمية وبالاجتماع السلمي، أما ما يخرج عن ذلك فهو جريمة
جريمة معاقب عليها في قانون العقوبات، فالمسألة وفي قانون التظاهر أيضا أو القانون المنظم لمسألة التظاهر، فيعني ما ينفعش طبعا تظاهرة تخرج عن الإطار السلمي. ومع ذلك فإذا ارتأت جهة الإدارة ممثلة في وزير الداخلية أو في مدير الأمن أن هناك ما يمكن أن يجعل هذه التظاهرة غير سلمية، فله أن يلجأ إلى المحكمة لتقضي هذه المحكمة بأنه برفض طلب أو بتنظيم هذه التظاهرة أو ذلك الاجتماع. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية كانت متعلقة بحل مجالس إدارات وحل جمعيات المجتمع المدني. حقيقة أيضا كانت هناك وسبة كبيرة جدا من المشرع الدستوري لازمتها المحكمة في قضائها. لما عرض على المحكمة أمر متصل بقرار صادر من وزير الشؤون الاجتماعية، كان وقتها اسمه وزير الشؤون الاجتماعية قبل أن يكون وزير التضامن الاجتماعي أو وزارة التضامن الاجتماعي، المحكمة قضت بعدم دستورية قرار صادر بحل جمعية من جمعيات المجتمع المدني، وقالت إن هذا الحل لا يكون إلا بحكم قضائي. جهة الإدارة تقدم مبرراتها، تتسلط عليها محكمة الموضوع لتقرر ما إذا كان هناك خروج على مقتضى الأهداف المرجوة أو مباشرة نشاط من شأنه زعزعة الاستقرار أو أي مسلب من المسالب التي يمكن أنها تخرج الجمعية أو المؤسسة الأهلية عن الغرض الذي أنشئت من أجله، فيكون أيضا الملاذ الأخير والقول الفصل لمحكمة الموضوع. تفضل يا فندم. سمير عمر، مدير مكتب سكاي نيوز عربية. مع خالص تحية لقضاتنا ومستشارينا الأجلاء، وهي يعني سنة محمودة أرجو أن يستمر العمل بها لتوضيح يعني ما يستغلق على أفهامنا جميعا سواء من العامة أو من الصحفيين ما يتعلق بالأحكام الدستورية. وهنا أشير أيضا إلى الأمر الخاص بالحد من سلطات رئيس الجمهورية في المسائل التشريعية، لأنه مع الاعتراف ومع الاحترام الكامل لمبدأ الفصل من السلطات، لكن بين الحين والآخر تنشأ أحداث تضعنا جميعا في قدر هائل من الريبة والارتباك في الفهم. ما يتعلق بالحكم الصادر بحق رئيس الجمهورية في التشريع وكيفية التعامل معه في حالة غياب البرلمان أو بعد عودة البرلمان، وأيضا إذا ما حدث هذا التعارض في ضوء أحكام محكمة الدستور والإعلام، كيف نفهمه؟ كيف يفهم المواطن العادي حق ومدى حق رئيس الجمهورية في التشريع، وما هي الآليات والضوابط التي يخضع لها في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا؟ شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. أيضا هذه مسألة من المسائل شديدة الأهمية، وحقيقة بتنظم هذا الأمر المادة 156 من الدستور. المادة 156 من الدستور استحدثت حكم جديد لم يكن موجودا في دستور 1971 ولا في الوثائق الدستورية المؤقتة التي صدرت تالية له. الحكم ده مؤداه أنه لرئيس الجمهورية إذا كان مجلس النواب غير قائم، إذا كان مجلس النواب غير قائم، أن يصدر قرارات بالقوانين. هذه القرارات بالقوانين شرط دستوريتها أنها شروط شكلية وشروط موضوعية. شرط شكلي إنها لابد من عرضها على مجلس النواب فور انعقاده في أول فصل تشريعي، في أول الفصل التشريعي بمواعيد وإجراءات محددة في الدستور، يعرضها بحيث إن هو يقرها مجلس النواب أو لا يقرها أو يعتمد نفسها لفترة مؤقتة. وده اللي حصل فيما يتعلق بمجموعة من القرارات بالقوانين، عرضت على مجلس النواب في أول فصل تشريعي بعد تشكيله، كان ده في سنة 2016.
هذه القرارات بتخضع أولاً لرقابة مجلس النواب، فمجلس النواب بيراقبها من حيث قيام حالة ضرورة، هل هناك ضرورة لإصدارها في هذا التوقيت من عدمه. إنما في الغالب الأعم محكمة كان لازم تضع لمجلس النواب أيضا باعتبار التكامل ما بين السلطات والتوازن بينها مفهوم لمعنى الضرورة. فمعنى الضرورة فكل قرار بقانون يتعلق بتسيير مرافق عامة ويتعلق بمسائل حياتية حتمية في غيبة المجلس التشريعي كان يتعين بطريق الحتم أنه يصدرها رئيس الجمهورية بصفته رئيس الدولة وبصفته صاحب سلطة تشريعية استثنائية، يصدر هذا التشريع ويعرض على مجلس النواب مرافقاً لحالة الضرورة التي قامت اللي عرفتها المحكمة الدستورية في غير حكم، ولم يكن تعريف المحكمة الدستورية إلا استصحاباً لتعريفات سابقة قامت بها في ظل دستور 71، أيضاً استصحبت هذا المعنى وقالت أنه في حالة غيبة مجلس النواب لابد أن يكون هناك سلطة تسير حياة الناس وليس هناك إلا رئيس الجمهورية الذي يلجأ إليه في هذا الأمر. هذه الشرعية الدستورية التي تلازم القرار بالقانون هي شرعية دستورية مؤقتة تلازمه إلى حين أن يتم اعتماده من قبل مجلس النواب، إنما في هذه الصورة يظل أو حتى في هذه الحالة يظل هذا التشريع أيضاً عرضاً للرقابة القضائية على دستوريته من قبل المحكمة، فأيضاً تبحث المحكمة دستورية الإجراءات الشكلية وحالة الضرورة التي أوجبت إصدار هذا التشريع، ثم تعرض بعد ذلك لما إذا كان هذا التشريع قد صدر موافقاً للأحكام الموضوعية في الدستور من عدمه، فإن صدر موافقاً لها فإن المحكمة الدستورية العليا تقول بصحة هذا التشريع، أما إذا خالفه فالمحكمة الدستورية شأنه شأن أي تشريع آخر يكون عرضة للقضاء بعدم الدستورية. أرجو أن تكون الإجابة وافية. تفضل يا فندم. تفضل. أيمن غازي فندم روز اليوسف، كل التحية للقضاء مصر والمحكمة الدستورية العليا على هذه الاستضافة وعلى هذه الاستضاحات. أنا كان بس عندي بستاذ حضرتك في جزئية خاصة بالاستحداث رقم 14 الخاص برعاية المصريين في الخارج والمنح الخاص بالترشح لمزدوج الجنسية، بس محتاجين بس من سيادتك تفسير أكتر لهذه المنطقة، لأن طبعاً النواب هم ممثلين الشعب والمحكمة الدستورية العليا هي قائمة على حسن الحقوق والحريات، وكمان حضرتك تحدثت عن جزء خاص بالحريات أيضاً فيما يخص الحبس الاحتياطي ومنح الموظف في حال انتفاء الشبهة الجنائية عنه حقه في التعويض من خلال الراتب، فده طبعا ده يعني انتصار لجزء كثير من الحقوق والحريات داخل المجتمع المصري. شكرا يا فندم. وايضا شكرا لحضرتك. انت عندك مسألتين اتعرضت ليهم، المسألة الاولى اللي هي حقوق المصريين في الخارج في الترشح لعضوية مجالس أو مجلس النواب على وجه الدقة اللي هو صدر بالنسبة له الحكم القضائي، كان هناك تشريع صدر يعني لا يتيح لحامل للمصري حامل جنسية أخرى إن هو يترشح لمجلس العضوية مجلس النواب، عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا وقضت بأنه طالما أن هذا القيد لم يرد إلا لفئات محددة بذاتها فلا يجوز أن ينسحب هذا القيد على غير هذه الفئة أو غير هذه الفئات التي تم مخاطبتهم بعدم جواز حمل جنسية أخرى غير الجنسية المصرية، لأنه زي ما سيادتك عارف أنه حمل جنسية أخرى مع الجنسية المصرية بيقتضي موافقة من جهات الدولة، فإذا الدولة وافقت على أنه يحمل هذه الجنسية إلى جوار جنسيتها ومن ثم فيبقى أنا لما أحرمه يبقى أنا عطلت حق دستوري أصيل له، لأن الاعتراف بمصريته ومساهمته في حقه في مباشرة حقه الانتخابي ده يبقى تعطيل لحق أصلي وأساسي ومهم بالنسبة له،
وبالتالي قضت المحكمة بعدم دستورية هذا التشريع على النحو الوارد بمنطوق الحكم. فيما يتعلق بالسؤال الثاني اللي هو مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطي، هاي المادة 54 من الدستور أتت بحكم جديد، يعني يا ما الفقه نادى به، هي مسؤولية الدولة عن التعويض عن الحبس الاحتياطي في الأحوال اللي تتخلف فيها المسؤولية الجنائية بحكم نهائي أو بحكم أو بقرار قضائي غير قابل للطعن عليه إذا كان صادر من جهة التحقيق يعني. فحقيقة النص اللي كان موجود في قانون الخدمة المدنية كان بيحول بين الموظف الذي يحبس احتياطيا ويقضى ببراءته بصفة نهائية بموجب حكم نهائي أنه يسترد نصف أجره، لأن الحبس الاحتياطي بيوجب حرمان الموظف من نصف أجره. فالمحكمة حقيقة تصدت لهذا الأمر وقالت أنه استرداده لنصف أجره ده بمثابة تعويض له، يدخل في إطار مفهوم التعويض عن الحبس الاحتياطي الذي أتت به المادة الدستورية اللي هي المادة 54 من الدستور. شكرا لسيادتك. تفضل يا فندم. محمد الطوخي، صحفي بجريدة الجمهورية. بعد إذن حضرتك، في حكمين مهمين جدا في الأحكام في خلال العشر سنوات الأخيرة، منها توفير المناخ الجاذب للاستثمار وتحفيز القطاع الخاص. طبعا المحكمة تعرضت ليهم برفض إحدى الدعاوى وعدم دستورية الدعوى الأخرى. إحنا طبعا في ظل المناخ الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص والبحث عن استثمارات داخل مصر، ممكن حضرتك توضح لنا الأبعاد اللي انتهت إليها هذه الأحكام؟ شكرا. حقيقة الموضوع اللي سيادتك تفضلت بالسؤال عنه موضوع أرى أن هو في غاية الأهمية، وحقيقة المشرع الدستوري كان حريص يعني منذ عقد من الزمان على إدراك أهمية الاستثمار ودخول القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. الحكم الأولاني كان متعلق بقانون تنظيم عقود الدولة. الحكم ده كان هو حكم يبدو في ظاهره أنه النص المطعون عليه كان نصا إجرائيا. هو نص إجرائي بمعنى يعني أنه هو كان بيتكلم عن من هم مخول لهم حق الطعن على عقود الدولة. فكان الأمر إذا لم تحدده المحكمة بضوابط تتماهى مع الفكر الدستوري وتلتزمه بحماية الاستثمار، كان الأمر حقيقة شديد الخطورة، لأنه كان بيتيح لأي شخص خارج عن الخصومة تماماً إن هو يطعن في طبيعة العقد المبرم ما بين الدولة وما بين المستثمر، سواء كان المستثمر ده مستثمر وطني أو كان مستثمر أجنبي. فكان ده مسألة بتؤدي إلى زعزعة الاستقرار تماماً فيما يتعلق بالاستثمار، لأنه كان المستثمر دائماً أبداً يتهدده مسألة ما إذا أبطل العقد أو قضي فيه بقضاء يترتب عليه إلغاء هذا التعاقد بعد ما يكون قدم استثمارات عدة. فالنص كان نص حاكم وحازم، لأنه هذا النص بطبيعته كان بيجعل أن هناك أي شبهة تقوم في مسألة العقد يوسط أمرها إلى النيابة العامة، والنيابة العامة تقدر أنها من خلال أدائها، ويعني مشرفنا سيادة النائب العام في هذا المؤتمر، تستطيع أنها تضع كل واحد في موضع مسؤوليته الجنائية. أما فتح الأمر على مصرعيه فكان بيهدد يعني استمرار هذه العقود، وبالفعل بيجعل المستثمر في موضع ريبة وشك من استمرار عقده ومن استمرار استثماراته. وانت حضرتك عارف ان رأس المال دائما، انا عاوز اقول كلمة، ان هو بيبقى خايف، فانا لازم اوفر له وسائل حماية، خصوصا ان هذه العقود المبرمة مع الدولة
بتكون محل مراجعة من مجلس الدولة ومن هيئة قضايا الدولة في بعض الأحيان، وممثليها الكرام موجودين، معالي رئيس مجلس الدولة ومعالي رئيس هيئة قضايا الدولة مشرفينا في هذا المؤتمر. فإذا المسألة منضبطة منذ بداياتها حتى نهايتها، وبالتالي كان لابد من القضاء برفض الدعوة المقامة طعنا على هذا النص اللي كان قيل وقته إنه هو بيحد من حق التقاضي. أبدا، المعنى لما يكون مفهوم لا، المسألة مرسخة، ضمانات موجودة من قبل ومن بعد أيضا. المسألة الثانية اللي حضرتك سألت فيها كانت متعلقة بموضوع مرتبط بيه برضو، بتاعة القطاع الخاص. ما أنا بقول لسيادتك أنا عارف إن مسألة القطاع الخاص، ما أنا بقول لك مسألة كانت مرتبطة بيه. حقيقة أيضا كانت المسألة إنه القطاع الخاص في الدستور هو أحد أزرع الدولة المصرية في التنمية الاقتصادية. حضرتك القيم الدستورية في دستور 71 قبل تعديلات 2007 كانت قائمة على فكرة الاقتصاد الموجه، وكانت القطاع العام هو قاطرة التنمية في المسائل المتعلقة بالنمو الاقتصادي. المشرع الدستوري رأى أنه لابد أن يكون هناك ذراع أخرى تقوم مع القطاع العام ومع قطاع الأعمال العام على النهضة الاقتصادية أو على التحول الاقتصادي الآمن، فكان لابد من يعني التأكيد على دور القطاع الخاص. ولذلك الدعوة التي نظرت بالنسبة لنا هي دعوة كان مظهرها أنه ممكن يكون فيها يعني ضغط على القطاع الخاص. هي القطاع الخاص كان النص بيقول إيه؟ أن 1% من دخلك أنت أو من صافي دخلك أنت بتقدمه للتمويل لتأهيل العاملين. تأهيل العاملين ده له مردود في النهاية على القطاع الخاص، اللي هو له مردود في النهاية أيضا على النمو الاقتصادي. فالمسألة حسب المحكمة حسمت هذه المسألة ورأت أهمية القطاع الخاص في التنمية، وأن هذا القطاع الخاص لابد أن ينمو داخليا. نمو الداخلي ده مؤدى أنك أنت تزود كفاءته، تزود كفاءته من خلال العاملين هناك. فالمسألة كان فيها يعني أن احنا بنعمل عملية مواكبة ما بين الحقوق بتاعة القطاع الخاص وما بين حقوق العاملين في القطاع الخاص، لأن هذه مسألة معنية بها المحكمة في كثير من أحكامها، يمكن بس الوقت ما أتاش ويعني سمح لينا بالعرض على هذا الأمر. تفضل. تفضل. هلا، السلام عليكم. بليز اي هاف تو يا ام مجل سنكان. انا اسمي مجل سنكان من سوشيال ميديا. شكرا جزيلا. شكرا لجميع. سؤالي واضح. انا لدي سؤالين. اولا لدي سؤال عن قضيه 298 فيما يتعلق باتفاقيه حقوق الانسان، وسؤالي هنا انا كنت في مصر لمده 8 اعوام سابقه وكنت اتابع حقوق الانسان، وكان هناك قرارات عديده صدرت عن صدرت. فهل هناك أي آلية لديكم للتحقق مما حدث؟ على سبيل المثال أنا زرت كثير من المسجونين في السجون، ونقطتي هنا أن لديكم قوانين جديدة جيدة جدا ولكن التنفيذ أو الإلزام بها ليس كافيا، فهل هناك أي آلية للتأكد من أن القوانين يتم تنفيذها؟ وسؤالي الثاني أن الصحفيين عادة يكونوا أو يعتبروا الشباك الذي يظهر القوانين، فهل هنا في مصر صحفيين مسؤولين عن ذلك؟
شكرا لحضرتك. المسألة أيضا فيما يتعلق بحقوق الإنسان أيضا كانت يعني محل اهتمام كبير جدا من المشرع الدستوري وأيضا من المشرع العادي. حضرتك اتكلمت عن حقوق الإنسان باعتبار أنه الكرامة الإنسانية مسألة أساسية ولا بد من حمايتها، وأن هناك قوانين وتشريعات كثيرة في هذا الشأن. أنا طبعا بضيف لحضرتك أنه فعلا الدستور المصري لما يقول أنه الكرامة الإنسانية مسألة حق لكل مواطن ولا يجوز تحت أي ظرف أن هي يتم النيل منها، وهي مسألة لا تقبل لا تعطيل ولا انتقاص، هذه مسألة أولية لابد أن أقدم بها للإجابة على سؤال حضرتك. إحنا عندنا مؤسسات الدولة قائمة على تنفيذ هذه المبادئ الدستورية، سواء من حيث حماية حقوق الإنسان أو من حيث الكرامة الإنسانية. يعني السجون عشان حضرتك بدأت بيها والمسجونين، السجون حضرتك بتخضع لإشراف النيابة العامة، والنيابة العامة جزء من السلطة القضائية. ولما أقول السلطة القضائية فرئيس السلطة القضائية في مصر موجود مشرفنا في هذا الاجتماع، معالي المستشار الجليل رئيس محكمة النقد حسني بيه عبد اللطيف، ومعه النائب العام. هذه السلطة القضائية هي المنوط بها الإشراف على السجون. صدرت عدة تشريعات من المشرع فيما يتعلق بتأهيل السجون وحماية الكرامة الإنسانية للمسجونين. فحضرتك لما تيجي تسأل عن هذه المسألة لابد من مراعاة البعد والقفزة الهائلة التي حدثت فيما يتعلق بالسجون كمؤسسات عقابية تقصد الإصلاح والتأهيل. ده بحسب عبارات النص الدستوري، الغرض من هذه المؤسسة العقابية هو الإصلاح والتأهيل حتى يعود المحكوم عليه لينخرط في مجتمعه مؤهلاً بإبداء صلاحيته كمواطن مصري أو حتى كمواطن أجنبي بيتم تأهيله للعودة إلى الحياة العامة على وجه العموم. فإحنا عندنا في مصر لما جينا نتكلمنا عن الأحكام بتاعتنا خصناها بحكم خاص بحقوق الإنسان، إنما أنا مش بعرض لمسألة السجون لأن حضرتك يمكن كان سؤالك خارج الإطار، لكن أنا حبيت إن أنا برضو أرد على سيادتك إنه ما دمنا بنتكلم في إطار دستوري، لا، الإطار الدستوري عندنا كافل هذه المسألة والتشريعات كافلة له، والقضاء هو الذي يقوم بالإشراف على المؤسسات العقابية. هذه مسألة متقدمة جدا بالنسبة لأي دولة أجنبية أخرى، لأنه في الغالب الأعم تكون مسألة الإشراف على المؤسسات العقابية في غالب الدول. وأنا كان لي يعني شرف لقاء مع مسؤولين كثيرين قبل أن أكون عضوا في المحكمة الدستورية العليا بموجب عملي فترة طويلة في النيابة العامة، كانت الإشراف لوزارة الداخلية أو لوزارة الأمن. فأنا النهاردة لما يجي الدستور يضع هذه المسألة في نصوصه ويقول إنه الإشراف ده للنيابة العامة وتباشره بالفعل وتصدر تشريعات منظمة لهذه المسألة، أعتقد أنها قفزة كبيرة جدا جدا جدا. أما مسألة حقوق الإنسان فأيضا بشرفانا سيادة رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، ومسألة في غاية الأهمية أن حقوق الإنسان هذه المنظمة بتقوم على كفالة هذه المسألة وتتواصل مع كافة جهات الدولة المعنية عند أي اختراق. طبيعي طبيعي أنه لا تكون هناك المدينة الفاضلة، إنما الدولة المصرية هي
في كل يوم بتحاول انها تصل الى اعلى مراتب الفكر الديمقراطي عشان تتواكب مع هذا الدستور اللي هو وثيقة في الاصل وثيقة تقدمية ما فيش شيء يحول دون تعديلها، لكن حقيقة حفلت بعديد من الاحكام وعديد من النصوص اللي هي احنا كمصريين ومجردا حتى عن صفاتنا القضائية بنباهي بها. يعني لما تلاقي حضرتك حرية الاعتقاد مطلقة، لما تلاقي حضرتك انه كرامة الانسان، مسألة حقيقة انا يعني اسمحوا لي ان انا اوجه بها الشكر لكل اعضاء يعني لجنة العشرة ولجنة الخمسين اللي توفروا على إعداد هذه الوثيقة المحترمة. ومعانا ومشرفنا سيادة الوزير المقدر عمرو بن موسى رئيس هذه اللجنة. تفضل يا فندم. أنا اسمي شيماء قرنشاوي من المصر اليوم. أولاً بشكر حضراتكم على دعوتنا الدعوة الكريمة لحضور المؤتمر. سؤالي بخصوص حق الحكم اللي كان سبق صدوره وتحديداً تحت عنوان حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة وبدون أي محاباة. الآن مدى حضرتك تقدر أنه تبعث لنا برسائل طمأنة وفقاً لما ورد في هذا الحكم، لأنه الكفاءة هي المعيار الأساسي والأوحد في شغل الوظائف العامة بالدولة، خاصة أنه يعني حضرتك تسمح لي المسألة دي مسألة ما هيش ملموسة بالقدر الكافي، فكرة المحاباة والمحسوبية و يعني الآن مدى هذا الحكم نقدر نقول أنه هو بيطمئن أي مواطن مصري أنه ما زالت الكفاءة هي اللي بتحكم وهي المعيار الأساسي في شغل أي وظيفة من وظائف الدولة. شكرا لسيادتك. المسألة بالنسبة للمحكمة شديدة الوضوح، النص الدستوري قاطع في دلالته على أنه شغل الوظائف العامة حق لكل مواطن بالضوابط المقررة في الدستور اللي هي الكفاءة ودون محاباة أو شيء من هذا القبيل. القضية اللي أنا أقدر أتكلم فيها كانت قد عرضت على المحكمة نص بيخول جهة الجهة المعنية بهذا النص إنها تمنح لأبناء العاملين فيها أفضلية ما، مؤدى هذه الأفضلية الحقهم في الوظائف داخل هذه الهيئة. فالمحكمة الدستورية في ظل الدستور الحالي قالت إن هذا النص نص غير دستوري، لأنه فضلاً عن مخالفته لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص اللي هي المبادئ المقررة في كل الدساتير، لكنه بيتصادم بصورة مباشرة مع نص دستوري قرر في هذه المسألة، وهي أنه المواطن له حق شغل الوظيفة العامة بناء على كفاءته وليس لأي شيء آخر. فكان هذا الحكم عنوان ورسالة واضحة لطمأنة المجتمع، وده الدور غير المباشر للمحكمة الدستورية. المجتمع المصري لابد أنه هو يكون عارف أنه مؤسساته كلها بتتكامل لتحقيق هذه الوحدة ما بينها بقصد إعلاء المبادئ الدستورية. فهذا مبدأ دستوري مقرر، هذا مبدأ دستوري مستحدث عندنا، لم يكن موجودا بهذه الصراحة ولا ذلك الوضوح. كان يمكن أن احنا نعرض هذا النص فيما سبق على نصوص على مبادئ دستورية أخرى زي المساواة وتكافؤ الفرص، لكن المشرع الدستوري بحسه وباعتباره زي ما قلت لحضرتك وثيقة، الدستور ده وثيقة تقدمية، قال لا، المسألة دي بتعني المصريين وبالتالي لابد من النص عليها بحكم صريح. شكرا لسيادتك. تفضلي. شكرا سيادة الرئيس. قبل ما أقدم لحضرتك تساؤل، أنا إذا سمحت لي أحب أعلق على الكلام اللي قاله الأخ الزميل اللي اتكلم من أفريقيا regarding the rights of women، لأن هو الحقيقة أشار إلى نقطة إحنا كنساء مصر مهتمين بيها، وبقول إن المرأة المصرية تعيش هذه الأيام عصرها الذهبي. أنا بقول هذا عن تجربة، لما كنت عضو في مجلس الشعب كنا أربع سيدات فقط، ولما بقينا خمسة قلنا عود احنا كترنا قوي، وبنفس الشيء احنا كنا ثلاثة مسيحيين ولما بقينا أربعة فعلنا الكتير. هذا بطل خلاص، هذا غير قائم.
المرأة الآن تمثل يمكن نسبة لم نكن نحلم بها في مجلس الشعب، بتحتل بعض الوظائف التي لم تكن متاحة لها من قبل، سواء نائب وزير، سواء ده مستشار الرئيس للأمن القومي سيدة. السيدات في مصر طبعا في مجال لسه فيما يتعلق بالطلاق وحقوق الرؤية والحاجات ده، لكن قطعا أنا أطمئنه أن المرأة الآن في مصر أفضل منها في أكثر دول أوروبا، فليطمئن حضرته في هذا المجال. بالنسبة للتساؤل اللي عندي، أقول أنا نشكر حضرتك جدا على 20 نقطة اللي قلتها لنا، لأنها فعلا كلها وضحت الموضوع. وأنا موضوع الدستور ده هو قريب إلى عملي ونفسي، لأني شاركت في وضع دستور واجتماع الدستور سنة 71 ومثلة للشباب، وبعدين ذهب الدستور وذهب الشباب ورجعت شاركت في وضع دستور سنة 14 ممثلة للقانونيين والكتاب. وبالتالي الدستور كما يقال وثيقة مستمرة لكنها غير أبدية. ولفت نظري في الدعوة لهذا الاجتماع هو في ضوء المتغيرات، موقف المحكمة في ضوء المتغيرات، ودي ده نقطة مهمة جدا، لأن المتغيرات اللي بيمر بها العالم هائلة، في هيحصل خناقات وهيحصل قضايا حول الملكية مش على الأرض إنما الملكية في القمر، ودلوقتي بيتخانقوا على ملكية الفضاء وحقوق استعمال الفضاء. الذكاء الاجتماعي بما له وما عليه في هيسبب مشكلة في قضايا كتيرة في الساحة الدولية بهذا المجال. أنا أقول لكم على واحدة سيدة عربية من الإمارات اتجوزت واحد إنجليزي وبعدين اتطلقوا، وهي بتطالب بالحضانة، فجاء المحامي بتاعها قدم تسجيل إن بصوت الراجل زوج جوزة ده بيشتم فيه الطفلة وبيشتم الزوجة وبيهددهم بالقتل إلى آخره وبصوته، وسألوا الراجل قال له صوتك؟ قال أيوة. لكن تبين بالتحقيق أنه هنجي في حاجة اسمها voice cloning، يعني قلدوا الصوت بالضبط، وتبين أن كان هذا الدليل والدليل أهم حاجة في التقاضي لن يقوم وحيحصل عليه. في حالة تانية واحد رئيس بنك كلم واحد عنده قال له ابعت مبالغ كبيرة جدا، اداله رقمين في يحول عليهم أموال، فهو استغرب قال لا أنا هروح أسأله، فلما راح سأله اتضح أنه فعلا صوته لكن مش هو اللي اتكلم، وما زال القضاء والأبحاث بتاعه بتجرى في بعض الدول عشان يعرفوا حكاية الصوت ده، هي لأنها بالنسبة لأدلة التقاضي هتبقى. فدي المتغيرات كثيرة، وحضرتك لما دعيتنا قلنا في ضوء هذه التغيرات. في حاجة تانية، الدستور الأخير ده هو فيه كان فيه اقتراحات كتيرة جدا طرحت فيه ولم تنفذ. أنا عارفة إن في حاجة اسمها أنتوا بتقولوا الفصل بين السلطات، أنا بحب أقول مش سلطات الدولة، أنا بفضل تعبير وظائف الدولة، على أن السلطة ما زالت للشعب وستظل للشعب، والدولة تقوم بثلاث وظائف تنسق فيما بينها لكن تظل السلطة للشعب. بالنسبة للأمور التي تحولت إلى قوانين من الدستور، وبالنسبة للأمور التي لم تتحول بعد إلى قوانين زي وكالة عدم التمييز اللي مطلوبة فيها، كنا قدمنا اقتراح بإنشاء نظام الأمبودسمن اللي هو يجب موضوع الشكاوى إلى آخره، يعني دي مش مسؤولية المحكمة الدستورية، هي مسؤولية المجالس التشريعية. لكن يعني هذا الاجتماع لو يتلو اجتماع آخر يشوف إيه الحاجات اللي في الدستور اللي هي مفروض أن يطلع بها قوانين وتتعاونوا معهم في هذا المجال. موضوع حقوق الإنسان موضوع كبير، وكان احنا حاربنا كثيرا وطويلا إلى أن تمكننا من إنشاء مجلس لحقوق الإنسان. وأنا أحب أقول للزميل والزملاء كلهم اللي هنا إن في وثيقة اللي هي الإعلان الدولي لحقوق الإنسان في 33 مادة، لو يمسك ال 33 مادة دول ويشوف إيه اللي بيحصل في مصر وإيه اللي بيحصل في دول أخرى أوروبية وما تسنده الدول الأوروبية الآن من إهدار لحقوق الإنسان، هيضرب تعظيم سلام لحقوق الإنسان في مصر. فأرجو إن هو يشوف إن أول مطلب في هال 33 مادة دول هو الأمن والاستقرار، ومصر تتمتع بأمن واستقرار في هذه الأيام.
بفضل الحكومة وبفضل الرئيس وبفضل الشعب يعني لا 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 يتمتع بها كل من حولنا، وبالتالي علينا أن دايما نتذكر أن مسألة حقوق الإنسان دي لعبة بيلعبوها، وإحنا في مصر صحيح في حاجات كتيرة لسه تحصل، لكن السجل بتاعنا ليس بالسوء الذي يريدون تصويره، فأطمئنه وأطمئنه. شكرا. شكرا لسيادتك لسيادة الدكتورة ليلى، وحضرتك حقيقة ولكت مسائل كلها ذات طبع يعني يخرج عن اختصاص المحكمة في الرد، فأنت أعفيتيني فعلا من أن أنا أستكمل الحديث في هذه المسائل، لأن بعضها إن لم يكن كلها يخرج عن اختصاص المحكمة، إنما كلمة مقدرة وكلمة من شخصية نسائية متميزة في مصر. شكرا يا فندم. تفضل يا فندم. My name is Yu. I'm a journalist from Japan, news agency DigiPress. أنا يو من وكالة أخبار يابانية، وأنا أتحدث الآن عن العدالة. العدالة بين الرجال والنساء. أرى الآن سيدة واحدة هنا ممثلة على المنصة. إذن كيف تحافظون على التوازن والعدالة بين الرجال والنساء في الوظائف العامة والمناصب العامة؟ وكيف أيضا توازنون بين الأقليات والأكثريات؟ هناك الكثير من الأقليات، أفترض ذلك في مصر. كما قلت هناك عدة أقليات بالإضافة إلى الأقليات الفئوية. كيف توفرون المنظومة اللازمة للحفاظ على العدالة بين الرجال والنساء وبين الأكثريات والأقليات وما إلى ذلك؟ شكرا لسيادتك. المسألة فيما يتعلق بالمحكمة، يعني حضرتك بدأت من الخاص إلى العام. حضرتك بتتكلم عن أنه هناك يعني سيدة واحدة فاضلة هي الدكتورة فاطمة الرزاز نائبة رئيس المحكمة ضمن تشكيل المحكمة. طيب، يعني زي ما قلنا أن الدستور وثيقة تقدمية، فأيضا المجتمع بيتقدم بحسب ما ورد في الدستور من نصوص تدفع إلى هذا التقدم. فقبل مثلا 20 عاما أو 30 عاما لم يكن أساسا مصرح للمرأة بتولي ولاية القضاء، فالآن ممثلة نائبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، هناك قاضيات في جهتي القضاء العادي والقضاء الإداري، ورئيسي هاتين الجهتين الجليلتين حاضران معنا، في النيابة العامة أيضا ممثلة. إذن المسألة لا تأتي، حضرتك بتتكلم عن أنه بضغطة زر يتم تحويل مسار المجتمع كله ما بين لحظة ما بين طرفة عين وانتباهاتها. لا، المسألة عشان يحدث نوع من التحول الآمن والتحول السليم لابد أن يكون على مراحل وبالتدرج. المسألة لا تأتي مجتمع نيف ومائة مليون مواطن، ما ينفعش أني أنا أخلخل في ثوابته أو بما استقر في وجدانه وما استقر لديه من موروث ثقافي على عبر مئات السنين. إنما أؤكد لحضرتك أن هذا الدستور هو قاطرة لتعديل الفكر للجمهورية الجديدة. فكرة أنه تمثيل المرأة في جهات القضاء كانت عصية على التفكير أو المنطق خلال القرن العشرين. في القرن 21 أصبحت حقيقة ملموسة يتم استيعابها. مسائل الأخرى اللي حضرتك بتقولها، فالقاعة النهاردة فيها يعني أكثر من سيدة ممثلة لجهات بترأس بعض الجهات بترأس بعض المنظمات. المسألة مش مسألة عددية،
هي المسألة تقوم أساساً على الكفاءة. فإذا كنا حاطين الكفاءة مبدأ من المبادئ، الكفاءة في الشغل، وده ليس انتقاصاً طبعاً من كفاءة النساء حتى لا يساء الفهم، إنما في الكفاءة هذا عنصر لابد أنه هو أيضاً يوازي عنصر التمثيل لكافة شرائح المجتمع وفئاته. فأنا النهاردة لما بجد قضية كفء فوراً بيتم تعيينها في الجهات والهيئات القضائية، ليس فقط الجهات والهيئات القضائية، حضرتك احنا عندنا وزيرات موجودة في الحكم، وعلى فكرة هن موجودات منذ القرن الماضي وزاد عددهم. أنا هحيلك إلى النص الدستوري نفسه اللي بيقول أن يكون مجلس النواب ربع عدد أعضائه على الأقل من النساء، وهي الواقعة القائمة الآن. فيبقى أنا عندي وسائل، أخذت بوسائل سواء وسائل تشريعية أو وسائل معنوية عشان أدفع المجتمع في حركة تغيير تؤدي إلى فكرة القبول، بما يحقق نوع من الانسجام ما بين طوائف المجتمع كله وفئاته. ما فيش مجتمع أبداً ممكن ينام ليلة على وضع ويصحو في اليوم التالي على وضع آخر، لا طبعاً، المسائل بتحدث بالتدرج والتدريج، والتدريج قاعدة شرعية محققة فيما يتعلق بمسائل التشريع، ولا يفتى وفضيلة مفتي الجمهورية بين حضورنا. هل من سؤال آخر؟ تفضل يا فندم. مختار معتمد، جريدة الجمهورية. تحياتي للسادة القضاة والسيادة الحضور، وشكرا على المؤتمر والتنظيم. في البداية أنا بحب أسأل، هل متوقع أن تحدث تغييرات دستورية في الفترة القادمة إذا اقتضت الضرورة، إذا كان الأمر يصب في صالح المواطن؟ على سبيل المثال إجراءات التقاضي في مصر بتاخد وقت كبير جدا، والمواطن بيغلب في كل المحاكم وفي كل الدرجات. هل من تشريع في الدستور أو إضافة مادة أو أي إلزام للمحاكم، مثلا الجنايات جدول زمني تفصل في حدود كذا، المدني في كذا، وهكذا يعني؟ شكرا. شكرا أيضا لحضرتك، لكن أنا يعني هحيلك إلى النص الدستوري اللي بيتكلم عن العدالة الناجزة، أما أي تعديلات في هذه مسائل سياسية لا تخص فيها المحكمة. شكرا. شكرا. هل من سؤال آخر؟ تفضل. السلام عليكم، اسمي رستام، أنا مراسل وكالة الأنباء الروسية. ما هي نجاحات وإنجازات أساسية ورئيسية للمحكمة الدستورية في الفترة الأخيرة، وما هي أهم التحديات أمام المحكمة؟ شكرا لسيادتك. باختصار شديد ودون إطالة، المحكمة الدستورية العليا في العشر سنوات الماضية قضت في 1473 قضية دستورية، وهي أعلى نسبة فصل بين المحاكم الدستورية. أحيل حضرتك إلى النسبة المقررة اللي أنجزتها محكمتين أوروبيتين مشهود لهما، المحكمة الدستورية الألمانية والمحكمة الدستورية الإيطالية. في ظل العدد الخاص بهيئة المحكمة، المحكمة الدستورية العليا هي الأعلى في الفصل في الطعون الدستورية على مستوى المحاكم الدستورية الراسخة. المحكمة الدستورية أيضا مما يعني ينبغي أن يطلع عليه في إنجازاتها، المحكمة الدستورية عضو في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، وتتولى الأمانة العامة لها. المحكمة الدستورية العليا أيضا عضو في الهيئات الدستورية الإفريقية، وهي ذراع للاتحاد الإفريقي. المحكمة الدستورية العليا أيضا يؤخذ رأيها في مفوضية فينيسيا عن موقع كوديس، وتنشر أحكامها، وفي هذا الموقع شديد الأهمية. المحكمة الدستورية لها بروتوكولات مع محاكم دستورية
في كافة قارات العالم. في أوروبا لنا بروتوكول تعاون مع المحكمة الدستورية الإيطالية ومع المحكمة الدستورية المجرية، لنا بروتوكول تعاون في آسيا مع الفلبين وكازاخستان، لنا وأقصد هنا طبعا المحاكم على المستوى العربي، عندنا دولة المغرب ودولة الأردن، حتى على مستوى أمريكا الجنوبية قادم في الشهر القادم رئيس المحكمة في دولة بيرو لتوقيع اتفاقية للتعاون يعني تحت مسمى البروتوكول. ففي كل هذه الأحوال هناك تعاون دولي، وأحكام المحكمة تنشر على موقعها الإلكتروني، وهناك مسألة في غاية الأهمية، نهضة كبيرة فيما يتعلق بمسألة الميكنة وتكنولوجيا المعلومات بتباشرها هذه المحكمة أيضا. وبالمناسبة يعني كان النائب العام الروسي في ضيافة هذه المحكمة للاطلاع على المهام الخاصة بها خلال الفترة الماضية. شكرا لسيادتك. نعم، هل هناك سؤال آخر؟ إذن شكرا. نعم تفضل، آخر سؤال، تفضل يا فندم، تفضل. معلك. السلام عليكم. ونحن في معراب العدالة والتي تتميز به مصر، يسعدني أن أسأل عن البند 14 حضرتك تكلمت عنه، في عن حريات المواطنين وحقوقهم والأماكن المؤجرة لغير السكنة، وهذه قضية قد حلت، ولكن فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة للسكنة، وهذه القضية خصوصا خلقت حالة من الاحتقان الاجتماعي ما بين المالك والمستأجر، هل هناك من حلها؟ وشكرا جزيلا. مصطفى ياسين، جريدة عقيدتي. شكرا لسيادتك، هذه مسألة موسدة للسلطة التشريعية. أشكرك شكرا بالغا، وأشكر حضراتكم جميعا على يعني حضوركم وعلى مناقشاتكم، بشكر الجميع وشكرا مرة أخرى. شكرا لحضراتكم. وفي الختام نتقدم للحضور الكريم بأسمى آيات الشكر والإجلال والتقدير على تلبية دعوتنا بحضور فعاليات مؤتمر قضاء المحكمة الدستورية في ضوء أحكام دستور 2014، متمنين للجميع ولمصرنا الحبيبة في ظل قيادتها الحكيمة دوام الرقي والتوفيق والازدهار. ختاما، مع السلام الوطني. We'll be right back.